أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة مهارات زراعية، شاركوا معنا في نشر المعلومة حتى يستفاد الكثيرين، وذلك عن طريق عمل متابعة للقناة ولايك وشير في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. أهلا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة مهارات زراعية. الحقيقة أعتقد كثير من الناس أن موضوع تغذية النبات أو موضوع التسميد في النباتات موضوع صعب جدا، وبيحتاج إلى أخصائيين أو يحتاج إلى ناس درس أسمدة وتسميد وحاجة زي كده، وبالتالي يبقى عندي نوع من الحذر أو من التخوف في التعامل مع النباتات، خصوصا لو أنا عندي نباتات منزلية في بلكونة أو في مدخل البيت أو في الحديقة. عشان كده النهارده مش باذن الله هنكمل مع بعض الفيديو بتاع كورس الاسمده والتسميد او كورس تغذيه النبات، وهنتكلم النهارده عن العناصر الكبرى السنويه اللي هم الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت. طبعا احنا قلنا قبل كده انه العناصر الكبرى بتنقسم الى عناصر كبرى اوليه اللي هم النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم الان بي كي، وعناصر كبرى سنوية اللي هما الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده ان شاء الله وعن اهميتهم في حياة النبات. هنبدأ مع بعض ان شاء الله كده بأول عنصر في العناصر الكبرى السنوية، وهو عنصر الكالسيوم. عنصر الكالسيوم رمز الكيمياء بتاعه Ca، هو احد العناصر السنويه الكبرى السنويه، يعني النبات بيحتاج كميات كبيره كبرى، يعني النبات بيحتاج كميات كبيره سنويه، يعني هي بتيجي في المرتبه الثانيه من حيث الكميه في بتاتي في المرتبه الثانيه من حيث الكميه بالنسبه للنبات بعد من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. فاهم؟ طب ايه بقى اهميه الكالسيوم بالنسبه للنبات؟ لازم انا ابقى فاهم أهمية كل عنصر عشان أقدر أعرف إزاي أتعامل مع النبات وإزاي أقدم رعاية لهذا النبات اللي هو أنا بمتلكه، سواء كان على مستوى التجاري في المزارع أو المشاتل أو على المستوى المنزلي في البيت. عنصر الكالسيوم مهم جدا في تكوين جدار الخلية النباتية. ليه؟ لأن هو بيتفاعل عندي حامض البكتيك اللي هو البكتيك أسيد مع الكالسيوم، بيكون معاه حاجه اسمها بكتيريا كالسيوم. بكتيريا الكالسيوم ده هي بتكون غير قابله للذوبان في الماء، بتتحد مع حاجه اسمها بكتيريا المغنيسيوم وتعمل على لصق سلاسل السليلوز الموجوده في الخليه مع بعضها البعض، وتعطي هنا قوه لجدار الخليه. طبعا ده مهم جدا في حاجات كتير جدا، مقاومه الامراض الفطريه، مقاومة العوامل الجوية أو المناخية الغير مناسبة، لأن عندي جدار خلية قوي هيقدر يقاوم. لو عندي نقص كالسيوم بيحصل هنا مشاكل كتيرة جدا نتيجة الإصابة بالأمراض الفطرية أو نتيجة العوامل الجوية الغير مناسبة. تمام؟ كمان الكالسيوم ليه دور مهم جدا في عملية التخصيب أثناء عملية التزهير. أثناء التزهير وعقد الثمار الكالسيوم بيلعب دور مهم جدا جدا في موضوع عمليه التخصيب. ليه؟ لان هو له تاثير عالي على جذب انبوبه اللقاح داخل المبيض، يعني الكالسيوم بيساعد على جذب انبوبه اللقاح داخل المبيض بتاع زهره النبات، وبالتالي بيساعد معايا على نجاح عمليه الاخصاب وتكوين بعد كده الثمار. كمان الكالسيوم مهم جدا في الانقسامات اللي بتحصل داخل الخليه النباتيه. حاجه ثانيه مهمه قوي بقى، وده سر من الاسرار اللي بيخفيه مصنعي الاسمده الشركات الكبرى والمنتجين الكبار والموزعين الكبار عن حتى اخواتنا المزارعين والمهتمين بهذا المجال على المستوى التجاري. اللي هو ايه؟ تاثير الكالسيوم على النبات من حيث معادلة تأثير الملوحة. الكالسيوم بيساعد جدا على
تخفيف تأثير الملوحة الموجودة في التربة على النبات. عشان كده حضرتك بلاحظ ان جميع المنتجات التجارية الموجودة في السوق اللي بتنباع تحت مسمى معالج ملوحة هي عبارة عن نترات كالسيوم، لكن هي كناحية تجارية وبيعبر نترات الكالسيوم في ابوات سواء كان لترات او اكبر شوية 5 لتر او اكبر برضو تاني، وبيضيف عليها بعض الاضافات، وبالتالي بينزل لك حاجه اسمها معالج ملوحه. بدل ما مثلا سعر لتر نقاط الكالسيوم مثلا يبقى مثلا 5 جنيه بيتباع ب 50 جنيه. فهو ده هو هنا فاهم التكه اللي هي ايه؟ دور الكالسيوم في تخفيف تاثير ملوحه التربه على النبات. تمام؟ طيب. طبعا ده ان شاء الله هنعمل له فيديو مستقل. وهنتكلم عن بالظبط ازاي انا اقدر اعالج او اخفف من تاثير، مش اعالج دلوقتي، مفيش حاجه اسمها معالج عشان اكون معاكم صريح، هي تخفيف تاثير الملوحه الموجوده في التربه على النباتات المزروعه فيها. ان شاء الله بعد كده هنتكلم على عنصر المغنيسيوم، وده تاني عنصر. احنا قلنا هنتكلم عن الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت. الكالسيوم قلنا عليه خلاص اتكلمنا عنه، المغنيسيوم اللي هو الام جي. والحقيقه ان المغنيسيوم بياتي من حيث ترتيب الاهميه بعد النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم مباشره. ليه؟ لان هو ليه دور فعال في عمليه التمثيل الضوئي، وهو العنصر الاساسي المسؤول عن تكوين جزيء الكلوروفيل، الجزيء الاخضر في الخلايا النباتيه. بين كامل الإضافة لأنه هو قادر على بناء جزر قوية وسقام قوية أو نباتات عموما قوية. ليه؟ لأن هو بيديني بكتيريا المغنيسيوم يتحد مع بكتيريا الكالسيوم اللي احنا قلنا عليها قبل كده من شوية، وبيعملوا على ربط السلاسل السيميوزية داخل خلية النبات، ويعملوا على تقوية جدار خلية، فبيديني جزر قوية أو جذور قوية وسقام وفروع قوية. وبالتالي بيقدر يتحمل الاصابات سواء الفطريه او الحشريه او العوامل البيئيه الغير مناسبه. كمان المغنيسيوم ليه دور مهم قوي في عمليه الانقسام بتاع الخليه. وليه دور منشط في العديد من الانزيمات الموجوده داخل النبات وداخل التربه كمان. وبالتالي هو بيساعد جدا في اتمام العمليات الفسيولوجيه الداخليه داخل النبات. انتوا عارفين ان جزيء الكلوروفيل هو يعتبر حياه النبات. وقلنا ان الكالسيوم هو العنصر الاساسي المسؤول عن تكوين جزيء الكلوروفيل. طيب بعد كده ان شاء الله هنتكلم عن عنصر الكبريت. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. اهلا بيكم مرة تانية ايها الرائعون، ايها المتفائلون، ايها المحبون للزراعة. وهنتكلم عن العنصر الثالث من عناصر الكبرى السنوية اللي هو عنصر الكبريت. بيعتقد الكثير من علماء الزراعة ان الكبريت بيأتي فيه الاهمية بعد عنصر النيتروجين مباشرة، رغم ان النيتروجين العنصر الايه؟ الكبرى الاولية، وهو المسؤول عن تكوين البروتين في النباتي. لكن ليه العلماء قالوا كده؟ لانه لقوا في ارتباط وثيق ما بين عنصر النيتروجين وعنصر الكبريت في العمليات البيولوجيه. كمان لقوا ان الكبريت بيلعب دور مهم قوي في عمليه التمثيل الغذائي للنبات. ويعتبر الكبريت ضروري جدا لتشكيل البروتينات النباتيه والاحماض الامينيه. ويعتبر هو ايضا هام لتكوين الكثير من الفيتامينات والانزيمات داخل النبات. كمان وجد علماء الزراعه ان نقص عنصر الكبريت اللي هو رمزه اس بيعيق بشده عمليه التمثيل الغذائي للنيتروجين، يعني ممكن يكون عندي النيتروجين متوفر في التربه او انا بضيف نيتروجين بس في عندي نقص كبريت. لو عندي نقص كبريت هيؤثر على امتصاص النيتروجين من التربة بواسطة النبات.
ويؤثر على عمليه التبسيل، هو عمليه الهضم او ازاي يحول النيتروجين من صوره غير ميسره الى صوره ميسره يقدر النبات يمتصها لو عندي نقص في الكبريت بيعيق. اذا نقص الكبريت بيعيق بشده عمليه التمثيل الغذائي للنيتروجين. كمان لقوا ان الكبريت ليه دور مهم جدا في جوده الطعم والرائحه بالنسبه لكثير جدا من المحاصيل الزراعيه، زي مثلا لو قلنا كروم القرنبيط، لانهم بيحتوي على الكبريت بشكل اساسي. تمام. وبالتالي لو في نقص عنصر الكبريت عندي بلاقي عندي هذه المحاصيل بيكون في يعني نقول عدم جوده للطعم والريحه بتاعه هذه المحاصيل. كمان لقوا ان الكبريت ليه دور مهم جدا في تكوين العقيدات الجذريه في البقوليات، وطبعا دي مهمه جدا جدا في تثبيت النيتروجين الجوي من الجو. البقوليات ربنا مديها ميزه ان هي عندها في جذور حاجه اسمها العقيدات الجذريه، او في بكتيريا اسمها بكتيريا العقد الجذريه، هي بتقوم بتثبيت النيتروجين الجوي من الجو وتديه للنبات بدون انا مضيف. اللي بيساعد بقى على اتمام هذه العمليه هو الكبريت. شفت ازاي؟ رغم ان احنا يعني لحد قريب جدا ما كانش حد يعرف المعلومه ديت، انه عارفين تماما وحافظينها وخدناها في اعدادي وثانوي، ان البقوليات بتثبت النيتروجين الجوي عن طريق العقد الجذريه. تمام؟ كمان لقوا ان الكبريت بيدعم ميكانيزم الوقايه عند النبات. يعني هو بيعمل ديفنس عند النبات، بيعمل وقايه يخلي النبات يتحمل الكثير من الامراض الفطريه. بكده نكون في الفيديو بتاع النهارده يعني وضحنا اهميه العناصر الكبرى السنويه اللي هم قلنا الكالسيوم، المغنيسيوم، الكبريت، ووضحنا دور كل عنصر من العناصر عشان انا لما اجي اتعامل مع النبات ابقى فاهم انا بعمل ايه. تمام؟ بالتالي مهم جدا اعرف اهميه كل عنصر. ان شاء الله باذن الله هنكمل مع بعض في الفيديوهات الجايه كورس الاتمده والتسميد، وهنتكلم بقى عن العناصر الصغرى والعناصر النادره، ووعدكم ان شاء الله ان هنتكلم في فيديو مهم جدا عن دور الكالسيوم في معالجه تاثير الملوحه الضاره على النبات. شكرا لحضراتكم، ومع وعد مني بفيديوهات جديده مفيده ان شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وعمل لايك وشير حتى يستفاد الجميع، وتكونوا معنا ناشرين للخير. لكم مني اجمل وارق التحيات. شكرا لحضراتكم، الى اللقاء.